The qualification class of the Emirates Arabian Horse Society National Arabian Horse Championship 2024, the 7 years and older stallions, Section B, collect numbers 395 till 405. We'd like to welcome the contenders. Please open the gates and welcome our 7 years and older stallions.
in front of us, the first contender in this class, the last qualification class of the Emirates Arabian Horse Society National Arabian Horse Championship. We see collector number 395. إذن أول نتيجة في هذا الشوط رقم 395 فلاح AFR لسعيد عبدالله الجنيبي حصل على 89.5
71. سعد العالية رقم 396 لمربط بن متعافي الخيول العربية حصل على 90.79. الأريان بركات رقم 397 لحمد مبارك المنصوري حصل على 90.14.
دي شرياس رقم 399 لمربط اللورد للخيول العربية حصل على 90.43. عاصف الهيثم رقم 401 لهيثم بن فريش الكندي حصل على 89.29. Thank you.
أصيل الهواجة رقم 400 لجمعة خميس الكعبي حصل على نتيجة 89.93. بريسيوس كي اي رقم 402 لمحمد سعيد عزان المزروعي حصل على 90.5. Change, always getting in my own way. Oh, look at this mess I've made.
مراد الزبير رقم 403 لعبد الله يوسف فضلي حصل على 90.79.
وما نتيجة الفحر رقم 404 غلا اوف شنغهاي لبخيت السعيد الكتبي الذي يحجز اول بطاقات الصعود ب 91.7. إذن أمامنا الآن آخر الفحول في هذا الشوط. نذكر أن هناك ثلاث بطاقات للصعود غلا أوف شنغهاي حجز البطاقة الأولى. حتى الآن البطاقتين لا زال سعد العالية ومراد الزبير ثانيا وثالثا. سنشاهد هل سيبقى الوضع كما هو عليه أم سيكون للفحل اللي أمامنا كلمة أخرى. إذن يغادرنا الآن الفحل رقم 405 آخر الفحول. سنشاهد النتيجة الآن. إذن بقي الوضع كما هو عليه والنتيجة لـ LVA ماكسيموس رقم 405 لعمران الخوري 90.7. إذن نشاهد الآن الترتيب النهائي لهذا الشوط. شوط الفحول بعمري 7 سنوات فما فوق الفئة باء. المركز الأول كان من نصيب غلا أوف شنغهاي رقم 404 لبخيت السعيد الكتبي رقم 404 ب 91.7. المركز الثاني كان لرقم 396 سعد العالية مربط بمتعافي الخيول العربية 90.79. المركز الثالث كان من نصيب 403 مراد الزبير عبد الله يوسف فضلي 90.79. إذن الثلاثة الأوائل هم من نالوا بطاقات الصعود إلى بطولة الفحول. المركز الرابع كان من نصيب رقم 402 بريسيوس كي اي محمد السعيد عزان المزروعي 90.5. والمركز الخامس كان من نصيب رقم
399 ديش رياس مربط اللورد للخيول العربية ب 90.43 نقطة. مبارك للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى وللمتأهلين. وسيتفضل السيد عيض المنهالي رئيس قسم الأنشطة والفعاليات بجمعية الإمارات خيول العربية بتتويج الحاصية المراكز الخمسة الأولى. إذن وضحت معالم المتأهلين، والآن عرفنا من سيشارك في بطولة الأفلاء والمهور والفحول وبطولة الفلوات والمهرات والأفراس. التنافس سيكون على أشدة. أسماء قوية تأهلت إلى البطولات وأشواط البطولات والتي سنشهدها بعد قليل، وبنشوف الحفوز وبنشوف أيضا المتأهلين كيف كان استعدادهم للذهب والبرونز والفضة. إذن بعد قليل يا سادة سنكون مع أول بطولة من بطولات تشامبيونشيب. صور الآن التتويج، وهنا أيضا لقطة لي الفائز هذا الشوط. شاهد السيد عيض المنهالي أمامنا على الشاشة في تتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى. هنا صاحب المركز الثاني السعد العالية. والآن مع تتويج المركز الثالث، دعم كبير من جمعية الإمارات خيول العربية أكيد للملاك والمربيين في البطولات، شيء أكيد تنتهجه هذه الجمعية التي أخذت على عاتقها التميز والرقي في رياضة الفروسية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها من خلال البطولات التي تنظمها وتشرف عليها. إذن كانت هذه لقطات التتويج مع السيد عيض المنهالي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات خيول العربية. الآن نترك الكلمة إلى الزميل عزيز إريك بلاك لتقديم أشواط البطولات. إريك، مايك وذ يو. Yeah, thank you, Ahmed. Ladies and gentlemen, we are heading now to the championships. We are heading to the last part of the Emirates Arabian Horse Society National Arabian Horse Championship. We have a short break.